فكم من زمن فاضل يغفل عنه الناس، فمعك الثلث الأخير من الليل أين الناس فيه؟ كثير من الناس في ذلك الوقت إما نائم، وهذا أخف الأصناف، ومنهم من هو في الثلث الأخير من الليل مع القنوات والدشوش والجوالات يتأمل فيما حرم الله من الصور الخليعة ويسمع الأغاني الماجنة، وقسم من الناس في غير ذلك. والموفق والمحبوب عند الله من شرفه الله بالوقوف بين يديه. وقد جاء من حديث سالم بن سعد وجاء عن علي بن طالب بعض الصحابة رضي الله وجابر صح الشيخ الباري في الصحيحة أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فيا لله، هذا الوقت الثمين قل من يستيقظ فيه للوقوف أمام الله داعيا متضرعا يذكر لله عز وجل مطالبه، سواء من مطالب الدنيا والدين والآخرة. فيقول صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه وحديث متواتر عن أبيه رضي الله عنه: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وذلك كل ليلة، فيقول الله: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فيا لله، ما أعظم كرم الكريم! الله عز وجل يدعو عباده إلى أن يدعوه ويذكروا مطالبهم ومسائلهم وذنوبهم، وهو الذي وعدهم بمغفرته وإجابة دعواتهم وإعطائهم مسائلهم. لو أنك يا عبد الله وعدك غني من الأغنياء بأن يعطيك مالا في وقت معين وتعلم صدقه بين الناس لذهبت إليه، كيف بالمولى عز وجل؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يدعون الله لندعوه، لنلتجأ إليه، يتضرع إليه، لنناجيه. فقليل من الناس من يوفق في ذلك الوقت. قيل حسن البصري رحمة الله عليه: يا أبا سعيد، نريد أن نقوم الليل فلا نستطيع. قال رحمة الله عليه: قيدتكم ذنوبكم بالنهار. ونحن حقيقة قيدتنا ذنوبنا بالنهار، فعجزنا أن نقف أمام الله عز وجل في الليل